تفكر في أمر هذه الخلائق في يوم القيامة كيف يكون. إنها شاخصة أبصارها، منفطرة قلوبها. إنه يوم يقفون فيه لا يأكلون ولا يشربون، وهم من عذاب ربهم مشفقون. فلنسأل الله الراحة والأمان في ذلك اليوم، ولندعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق. وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى.